Excellencies, ladies and gentlemen, it's an enormous والسادة إنه من السعادة الكبيرة لي أن أعود لكم مرة أخرى منذ العام الماضي. إذا كنت أتذكر جيدا خلال العام الماضي كنا نناقش التهديدات العالمية التي واجهناها في غياب المحددات العالمية سواء في أفغانستان أو الصومال أو جمهورية الكونغو الديمقراطية. عندما كان هناك لقاء في لم يكن هناك احترام، هناك أشياء كثيرة جدا حدثت، صراعات كبيرة جدا حدثت. وأنا أتذكر أننا لاحظنا أن هذه الصراعات أصبحت متشابكة وأنها ظهرت منها موجات تهديد بالإرهاب لكل منا. إذا رأيتم الخريطة من مالي إلى نيجيريا إلى ليبيا إلى الصومال إلى سوريا إلى العراق في وقت ما إلى أفغانستان إلى اليمن، كل هذه الصراعات كلها متشابكة ومترابطة مع الناس الذي المقاتلين يتحركون من مكان إلى آخر ثم يعودوا إلى موطنهم الأصلي. كل هذه الصراعات مرتبطة ببعضها البعض. الآن أيضا رأينا أن في هذا السياق هناك خروقات حقيقية للقانون الدولي الإنساني والحقوق الإنسان، وهناك العديد من البشر الذين يعانون كثيرا، ولم يكن هناك أي اعتبار لهذه الخروقات. بعد فترة رأيت أن الموقف لم يتحسن، على العكس المشكلات التي وصفتها لا زالت مستمرة، إلا أن هناك اختلافين نوعيين أيضا كأصبح أزادوا السوء سوءا. أولا منذ نهاية الحرب الباردة الآن نواجه صراعا نوويا، وتحديدا أنا أشير إلى التطورات الناشئة في الصواريخ بعيدة المدى والقدرات النووية لكوريا الشمالية والتي تتم ضد الإرادة الدولية وضد القرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن. من الهام جدا أن نلاحظ أن وحدة مجلس الأمن كانت أداة قوية في إقرار عقوبات على كوريا الشمالية، وهذا الضغط الذي مثلته تلك العقوبات هام جدا جدا أن يستمر، لأنه يخلق الفرص للحلول الدبلوماسية وأيضا لكي يخلق المناخ لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وأن يكون هناك حل في إطار أمني ولإقرار السلم. في خلال الأسابيع القليلة الماضية شاهدت بعض التطورات الجيدة، كنت في بيونغ تشانغ ورأيت في الألعاب الأولمبية الشتوية، وكان شيئا سعيدا أن أرى الكوريين مع بعضهم البعض الشماليين والجنوبيين، وخاصة أن هناك كانت حقيقة أن القنوات الاتصال الساخنة بين القوات المسلحة في البلدين أعيد فتحها حتى يتم تجنب الصراعات وزيادة الصراعات. ولكن يجب أيضا أنه ليس هذا هو السؤال الرئيسي، السؤال الرئيسي الذي نواجهه هو نزع السلاح النووي. إن نزع السلاح النووي في رأيي يتطلب أننا نشترك جميعا بشكل فعال وبشكل ممكن، أنه هناك جانبين رئيسيين لهذا الصراع هو كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وأن الحل هو أن يأتوا إلى طاولة المفاوضات وتناقشوا لهذا الوصول إلى حل. وأعتقد أن الولايات المتحدة جاهزة لتنفيذ ذلك، وقال أنه لابد من استمرار الضغط على كوريا الشمالية حتى تأتي إلى طاولة
طاوله المفاوضات حتى نجد حلا سلميا لنزع السلاح النووي. والطبيعي ان هناك دور اخر لكل الدول المشاركه، ومن الطبيعي ايضا ان يكون هناك دور للمجتمع الدولي حتى يمكننا جميعا ان نلتزم بالقرارات الدوليه الصادره من الامم المتحده، وان نعمل جميعا على استمرار ممارسه الضغط على كوريا الشماليه، وحتى لا نفقد فرصه الوصول الى حل سلمي ودبلوماسي، لان الحل العسكري سيكون حل كارثي وستصل نتائجه الى حدود لا يمكن ان نتوقعها. أما التغير النوعي الآخر أو الثاني هو الذي يتعلق بما نراه اليوم في الشرق الأوسط. نحن نواجه بالفعل مشكلة كبيرة. بالطبيعي من الطبيعي أن هناك صراعات في الشرق الأوسط منذ بدء الحضارة، هناك صراعات متعددة، ولكن دائما لدينا فكرة ربما تكون ساذجة أننا من الممكن أن نتعامل مع كل مشكلة على حدة أو بالتتالي، ولكننا رأينا وكنا قد رأينا الحل العربي الإسرائيلي ثم تحول إلى الصراع العربي، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ثم الصراع اللبناني، ثم الصراع بين حزب الله وإسرائيل. هناك صراعات أخرى اشتركت فيها العراق، وكان آخرها التطورات الأخيرة في الدولة، ثم رأينا الربيع العربي، ورأينا الصراع في سوريا واليمن وليبيا. ولكن كما قلت حتى وقت متأخر كنا تحت تأثير الرأي القائل بأننا من الممكن أن يتم التعامل مع كل مشكلة على حدة، إلا إذا كانت هذه المشكلات كان بينها خيط رابط بينها جميعا. إذن كانت من الطبيعة أن يكون هناك عمليات داعش التي ربطت بين العمليات في سوريا والعراق مترابطة. أما التغير بالفعل الحقيقي بالفعل اليوم هو أن الشرق الأوسط الأكبر أصبح حالة من الفوضى، أصبح له جبهات متعددة ولكنها متشابكة. الجبهة الأولى هي جبهة الفلسطينيين والإسرائيليين، الجبهة الثانية هي ذكريات الحرب الباردة التي لازالت قائمة، الجبهة الأخرى الحرب بين السنة والشيعة، الصراع بين السنة والشيعة. كل هذه الجبهات التي وصفت، هناك أيضا دول مثل إيران التي لها جبهة مع السعودية وحلفائها، ثم جبهة مع إسرائيل، وجبهة مع الولايات المتحدة. كل هذا يجعل الموقف أكثر تعقيدا. وأخيرا كان هناك صراع سني شيعي، وهناك صراع داخل مجلس التعاون الخليجي، ولكن هذا الصراع لابد أن يكون هناك رؤى مختلفة بشأن دور الإخوان المسلمين في سياق هذه المنطقة. كل هذه الجبهات تتقاطع مع بعضها البعض في موقف فريد من نوعه. أما إذا رأيت إلى منظور كل دولة سيصبح الموضوع أكثر وضوحا مع اختلاف العراق، وربما عندما الموقف مختلف في العراق لأنها تجنبت حرب أهلية وشيكة في مع إعلان الأكراد عن استفتاء، وكان هناك ثقة في المجتمع الدولي في أن يسعى لإقرار الوضع في العراق. وما تسعى إليه العراق في الوقت الحالي هو إقامة انتخابات ديمقراطية، وهو ما نسعى إليه جميعا. ولكن مع هذا الاستثناء باقي المواقف تزداد سوءا. الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يبدو أنه لا بدون نهاية. أما بالنسبة لسوريا فهناك مناطق لتهدئة الوضع، الهدنة موجودة هناك، ولكن هناك محاولات لإعادة إشعال فتيل الأزمة في إدلب، وهناك نتائج سيئة جدا على المستوى الإنساني، كما أننا وجدنا أيضا المواجهة التركية
مع عفرين السورية ووجود استخدام أسلحة كيميائية. ربما في الماضي كانت إسرائيل تنظر إلى الصراع في إسرائيل الصراع في سوريا على أنه مجرد تشتيت للذهن، ولكن الرؤية اختلفت تماما مع وجود إيران ووجود عناصر موالية لإيران على الحدود الإسرائيلية والعلاقة بين طهران وبيروت. وهذا التحالف الموجود الذي يمثله حزب الله يمثل تهديدا واقعيا لإسرائيل، وأعتقد منذ أسبوع فقط وضح كيفية إبراز هذا الصراع في السياق السوري. ربما كان هناك مشكلة كبيرة يمكن أن نتجنبها، لأنه إذا حدثت المواجهة بين إسرائيل وحزب الله ستكون مؤثرة تأثيرا رهيبا ونتائج كارثية على لبنان.